نادرة نادرة، أنا لي إله 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 يعرفني من حر الآه ينصفني. نادرة أنا لي إله 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 يعرفني. من كطلع فيه وتهبط أول مرة كتشوف فيه الزين مفركس؟ غادي نمشي للجيمة بلا صبار. نظيرة شوفي، اليوم راني خصني نكون أنيق ومأنتك لأنني غادي نمشي نخطب. غادي تمشي تخطب في الجيمة؟ غادي نخطب في الجيمة. قول لي فين الكرافطة اللي قلت تجيبي لي؟ هاي اش هادشي يا نظيرة؟ واه جاب لي كرافطك حلوة، واش انا غادي لدار العزوم؟ عقيسه والله حتى تجيك زوينه يا مربع عقيسه. الله يعطيك اش غاتزيني زوين. سيري سيري شوفي شكون، انا غادي نطلع نشوف الكرافطه اللي غادي تواتي هاد اللبسه. اصبر. مرا ظريفه وديال الدار، ولكن خساره هاد الشيء ديال لامود ما قاش عافيه والو. انا ليا ليا. اخبارك يا مدام؟ لاباس الله يسلمك. كي دايره مع المساكن ديال الكوزينه؟ الحمد لله. زيد تفضل. شكرا. مربوح سي ادريس هنا. قول لي سي ادريس. نعم. اسنو تشرب اتاي ولا قهيوه؟ لا صارب. لا اتاي موجود، ولكن موجود زيبي. صباح الخير سي ادريس. اسم صباح الخير. وتلقى راسك صافي، رحنا تعطلنا. اي احنا غاديين، انا موجود غير ندير الكرافطه ونمشيو. دابا انت نستني دير سي كرافطه اصاحبي؟ هذا ما بقاش وقت الكرافطه. وقتاش يا سي ادريس؟ وقتاش هذا؟ هذا سيدي ولا وقت الحزام والصباط. انا من ناحيه الحزام مهني منه، ما كنديروش، كندير غير البروتين. اما الصباط هو تبارك الله مازال جديد، يلاه عنده 3 سنين هادي ومسحوب الحامض. سي ادريس. نعم. شي جغيمه هكا ومسكينه مع هذا الراس اللي عندك هذا. مالك صاحبي انت؟ نيه الله كيتمسي غير النسان بحال المسينه. لا دابا انا هضرت لك على داك البروتين اللي ست عيط له، ولا على صدق الصباط؟ على مالو ما عجبوكش ولا؟ هاد الراس اللي عندك هذا سي نهار غادي يسوه لي. واه سي ادريس صعب شويه عليه، حيت هاد الايامات مربوح خاصه شويه الوقت باش يفهم. هي شاف معايا، شاف معايا حتى نفهم. واخا هو يسوي عليك ستي. دابا الحزام ايه هي زمع راسك ايه قبل ما يزمعوك في خنسك حلا. ايوا والصباط صباط زير الصباط. وراك الزريعه للوليدات، واللي لقيتيه في طريقك خرز فيه قبل ما يخرز فيك. علي هاد اليامات كنشوف شي وحدين بداو كيديروا استجوابات بلا كرافطات. ايه وليد عاد فهمتي سطوانك طويل. هاك وديرك شي جغيمه بعدا؟ وندير زغيمه ما فيها باس، مني موزود. يلا 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 كثر خير. يلا نديرها بالسلامه. مربوح بلاتي عندك تنسى ما تزيرش الحزام والصباط. لا غيكون يعني غادي نزيرهم حتى يطرطقوا. صباح الخير وليدة. صباح الخير ولدي. واش دابا الله يرضي عليك وليتي تفيق تفطر مع ماما؟ معلم سعيد الله يكثر خيره ضرب وجه خو فؤاد، اما كون جراو عليك من بعد الزبله اللي درتي. جراو عليا؟ ما يقدروش، انا دابا هو الدينامو ديال الكراج. شتي المعلم البارح مشان ما شط. وعلاش؟ حليت موتور على قدو حتى حليتو ديال الطوموبيل، وعاود جمعتو بوحدي ومن الفوق شيطيهم البياس. تبارك الله على ولدي لطفي، دابا نقدر نقول تعلمتي. ولي الطياره في هادشي ديال الطوموبيلات ما كاين غير حل جمع شيط. ولكن عندك لطفي تمشي دير ليا شي زبله عاوتاني وتهرب لي بشي طوموبيل. شتي ديك المره الوالده راه ماشي بخاطري. واش عرفتي الطوموبيل ديال داك الوزير شحال كتسوى؟ شحال؟ 146 مليون. لطفي يا لطفي. غير انا حطيت اجلية عليها وهي تقول لي يا لطفي هربي يا هربي يا. ايه ولكن لطفي ولدي تشد البيرمي اما هربيها اما تهربيك. هاك البيرمي يجي حتى انت يا ماما. صباح الخير. كاين شي فطور؟ هذا اللي بالك شنو هو السحور؟ وانيت غادي نبدا الفطور مع الفجر باش ما نبداش نتلاقى معاك. الله يهديكم. الله ماما عليك الحليب شحال بارد. وهذاك راه الكاس اللي شربتي، علاش شربتيه؟ ناري غادي يكون عامر بالجراثيم، خاصني ندير شي لافاج ديستومات دابا. لو ما جيت كمية بنتي فطورك عاد سيري. ولدك راه سد ليا الشهية. سمعتيها؟ لا واش سمعتيها؟ عيرتني ومشات. وصافي يا لطفي نعس الشيطان كمل فطورك وبدل ساعة أخرى. ما فاطرش حتى يكون الحقوق طيب في هاد الدار،
وهذا البيت ديالكم ها هو خليته لكم. نظيرة؟ مالا تخينا هذا خارج وشلاخنو مدلي؟ أنت كتشوف أبا حدو هاد الأيامات هو ولبنا في هاد الدار بحال قط مع الفار، تقول ماشي خوت؟ واخا واخا أيكونوش بحال مربوح ورابح في الصغر. كنت غير كان غفل دقيقة واحدة كان لقاليك لالا مربوح مع القرابح في الشجرة. ويلي إيه وحنا نلحقو في البير ما جبدتو غير 66 كشيفة. هاد الفعيل كان كيديرها مربوح في الصغر وعليها مع راسي كنقول لطفي من طالع. سليم بنيتي سليم، ولاد هاد الوقت ما خصهم خير، كل واحد ملهي في شغله. اما انا مسكين مالك بوحدو عاوتاني؟ انا بنيتي قهرني القنط حتى انا. مالك بنيتي؟ القنط مجيفني. لا واه بنتي انت باقا صغيره وماشي بحالي انا. قولي لي واحد الحاجه، دخلي للقرايه، دخلي تعلمي شي حرفه. انا نيت باغا نتعلم واحد الصنعه، النهار وما طلب وحديتي كندور في الدار بحال الهبيله. عرفتي بوحدو انا عزيزه عليا الحلاقه، اجي علاش نمشيوش انا وياك نتعلموا بجوج؟ لا بنيتي ما يمكنش. ايوا انا ننظر قالو وسبحان الله نوض لا لا نقطع لشي واحد ودنو بالمقص نعود اخر ايامي غادي للحبس. اجي ديريتي واحد القضيه، ملي يجي مربوح زيريه وانا ما عليا الا نساعدك حتى لالا يدخلك للمدرسة ديال الحجامة. بصح بوحدو تعاوني. شنو نعاونك؟ لا لا خدك عليا وصافي. لالا نظيرة فين العكاز؟ ها هو في البيت الصغير. إوا هات يا بنيتي والله يرضي عليك. يا ربي تصدق يا ربي. نظيرة نظيرة يا تبارت عليهم في هذا الاجتماع. اما داك السيد المدير ما قشع والو، كثير شي من اللي قلت ليه لقد بلغ السيل الزبا حضره المدير. ان النفوس لاشمأزت والقلوب اضطربت وضاق النطاق. عرفتي شي؟ حتى واحد ما قشع شي حاجه، كل شي بقى غير حال الفم فيا. سبحان الله العظيم شي مرات كيطيحوا عليا شي كلام كنولي عالم. رجع لا خويا ولي شتك كتهضر غير بوحدك ياك ما تسكنتي. وسوليني بعدا كيف داز الاجتماع. يلا قول لي كيف داز. اش غادي نقول؟ الموظفين كلهم كيصفقوا بحماس وتيقولوا هذا هو النضال الحقيقي، هذا هو الكفاح الحقيقي، هاد الشركه كاين فيها مناضل واحد هو مربوح بن حدو. علاش قلتي ليهم؟ اش قلت ليهم؟ والو ما قلت ليهم والو. جاب الله تيسير بواحد نتلا عطا لي واحد السي صاحبي هاد اليامات، قال لي الله يخليك الا ما تهلا ليا في هاد نتلا راه تنفعك في دوائر الزمان. ان الشيء ان زاد عن حديه انقلب الى ضده. ايوا شديت هاد الجمله وبقيت بها كنرولك بها. سيدي المدير ان الشيء ان زاد عن حديه انقلب الى ضده، ولهذا يجب ان لا يزيد الشيء عن حديه كي لا ينقلب الى ضده. عرفتي شي؟ كل شيء بقى حل فمو فيه. دوقتهم. مربوح. نعم. بغيت نتعلم الحلاقه. اش قلتي؟ قلت لك بغيت نتعلم صنعه. حرفيه بلا مقدمات بلا ندخلوا للموضوع بلا خاتمه هكا تحطيتيها ليا. لا هادشي اللي كتقول ما كنعرفليش، بغيت نتعلم حلاقه هي بغيت نتعلم حلاقه. شوفي الله يخليك، حنا ناس منظمين واجتماعيين، اذا بغيتي تطرحي شي موضوع خصنا نعقدوا اجتماع. انا ما كنعرف لا اجتماع ولا مجمع، انا الحلاقه هي الحلاقه وساليت. الله يخليك يا نظيره، انا هو المسؤول في الدار، الا عندك شي ملف مطلبي حطيه للمناقشه ودافعي عليه وكل اخذ ورد، وداكشي غادي يمر في الشفافيه وحسن الاستقبال. سمعتيني ياك مربوح؟ ياك ما كاين لا ياك مربوح ولا مربوحه، انا راجل واعر ما تقديش عليا. الله يخليكم الله يخليكم. هاسي هذه شويه ديال السكوت الله يخليكم، خلينا نكملوا. الله يخليكم، انا بكل صدق وبكل مصداقيه انا لا اوافق ما تريد القيام به الانسه نظيره. حتى على نقطه نظام، مدام نظيره من فضلك
خليني نكمل بارك الله فيك، ما تقاطعينيش، خليني نركز في الكلمه ديالي عافاك. ان هذه الاسره هذه اللي ضحيت من اجلها بالرخيص وبالغالي، وضحيت وجريت وجريت هذا الصباح عرضة للتمزق والتشرد والتفكك. بابا انا نكتبهم كلهم. كتبي كل شيء وزيدي عليه حتى تشردهم. اش لا تشرد لان المسمات نظيرة تريد ان تمتهن حلاقات الرؤوس. وهذه هضره غليظه جاب لنا هذا اليوم. ايوا ولا اختصاصي في هذا الشيء ديال الاجتماعات. الاجتماعات انا بعدا باش تعجبني بابا بالفصاحه ديالو. الله يخليكم. شوف هذه الهضره الخاويه راح نعينا منها. عندك جوج ديال الحوايج، غير اما تخلي بنتي نظيره تتعلم الصنعه، واما نهرس لوليدي الضلوع ديالو بهاد العكاز. لا يا عبتي لا، لا للعنف، نعم نعم للحوار والدمقراطه. الاخوان على الشيطان، نعلو الشيطان وحضروا الايمان وهزوا بنا العلام وزيدوا بنا القدام. ولا درتوا لنا واحد الكاس داتاي، دابا الدنيا غادي تزيان. عمي واش دابا حنا في اتاي ولا في انتخابات؟ انتخابات راه باتاي وبالحلويات والزوج شو ما فيها وشفافيه. هاد ما فيهاش شفافيه. الله يخليكم في بلاصتها. الكلمه الان لطفي باش ما نكثروش من الهضره، هضرنا بزاف، خصنا دابا نحسمو نشوفو شكون اللي قابل وشكون اللي ما قابل عن طريق التصويت. معقول؟ ولكن سمحوا لي عندي واحد نقطه نظام اخرى، خصنا نعرف قبل ما نصوتوا الناس اللي عندهم السن القانوني والناس اللي ما عندهمش السن القانوني. انا ما ناخذش هذه الملاحظه هذه في التقرير. غادي تاخذيها بزاف من لك. اش نقول الله يخليكم، غادي ننتقلوا للتصويت. الله يخليكم، شكون فيكم اللي متفق على المسمات نظيره تولي حلقه يا زيدي؟ ياك رابح. اوه لا تنفكر انت خويا، شويه غنجيبك واحد التفصيل عامر بغرير ومدهون بالزبده والعسل الحر. صافي فكرت. اسمح لي يا خويا، القضيه فيها البغرير بالعسل الحر. انا ما متفقش على الانتخابات، هنا فيها تزوير وفيها شراء الضمائر. انت راجل، انت تبيع صوتك بغرير يا ودي الرجوله يا أيها المواطنون، أيتها المواطنات، الانتخابات مسؤولية الجميع، لا للانتهازية، لا للهجرة السرية، نعم للشفافية، نعم للامركزية، بالنزاهة والوضوح صوتوا على مربوح، بالنزاهة والوضوح صوتوا على مربوح، بالنزاهة والوضوح صوتوا على مربوح، بالنزاهة والوضوح الدبزة تطيح الروح وصوتوا على مربوح، الدبزة تطيح الروح وصوتوا على مربوح. صافي بابا تزنزن ما فيهاش تخرشيش. الدبزة تطيح الروح صوتوا على مربوح، الدبزة تطيح الروح صوتوا على مربوح. بابا باغي ترشح في البرلمان؟ اش قلتي؟ قلت لك بابا واش باغي ترشح في البرلمان؟ ماشي شغل تدخلي سوق راسك. راه بغينا نعاونوك غير في الحملة. اش قلتي؟ بغينا نعاونوك في الحملة. انا ما كنتعاون جاي مع الخوانة. صويتوا على مربوح بالنزاهة والوضوح، صويتوا على مربوح بالنزاهة والوضوح، صويتوا على مربوح. اش هاد الصداع؟ غير تسمح من الزنقة وسحب راسك في السوق كتبيع دوت البرغوت. انا الوليد كنلقاهم جميع الانتهازيين اللي صوتوا لصالح نظيرة ومن جملتهم انت. اش كترقع؟ حمد الله وشكرو، عطاك الله امراه باغا تعلم الصنعه باش عاونك على الزمان. بصح بابا عرفتي شحال كتمشي لي انايا في مصاوبه الشعر كل مره في الصالون؟ حتى انا انت بنا. انت دابا مراتك في دقيقه واحده انت بحتي جوج روس ديال الحسانه. كلشي ولا ضدي في هاد الدار سيباد.
السلام عليكم. نظيرة، انت زعلانة مني ولا ايه؟ ده احنا يا اختي كنا سمنا على عسل. ما تفرفشي شوية يا بيت، دي اخرتها موت. مربوح اعطيني 9 ساعات نطلع لي الطنسيو. شوفي يا نظيرة، راه ما كاينش شي امرأة اصيلية اللي ما كيطلع لها شي راجل الطنسيو. شوفي شنو دايرة للعشاء؟ صبة بسبع خضاري بالدنجان. تحكي شوية تحكي شوية. صافي يا ليلى، ما تقولي لي على خاطرك. صافي رانا اتفقت انا والوليد باش غادي تولي لينا كوافرة ممتازة. وعلاش ما تصنطيش لي انا ملي قلتها لك؟ لا انت نظيرة ما فسرتيش لي مزيان. وكان اش غادي نفسر لك؟ قلت باغا نتعلم صنعة هي باغا نتعلم صنعة. ايوا صافي يا ليلى، انت تبقاي لي على خاطرك. من غدا ان شاء الله سيري تسجلي. يلا طلع بواحد 2000 درهم. 2000 درهم؟ ليش 2000 درهم؟ ولا على ديالاش باش نتسجل باش نشري ادوات المدرسه. 2000 درهم؟ هذا موضوع خصو اجتماع اخر. وين على اجتماع اخر؟ افينكم؟ اجتماع؟ يلاو 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 اجتماع. لطفي لبنى، يا قلبت ليش عاوتاني اجتمعتين؟ رابح خلي الاجتماع بدات نتعشى. لا 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 الاجتماع قبل العشاء، هادشي علاش طبقنا. سيدتي انستي سادتي، بعد ما اعطينا الموافقه للمسمات نظيرة باش تولي حلاقة، نوض سيدي وتجرع وتنوض طلب لي اليوم 2000 درهم. منين انا غادي نجيب ليها 2000 درهم؟ لاش ماما هاد الفلوس؟ ويلي علاش المصاريف الادوات المدرسية مالي غنشري بهم السواك؟ وي يا ودي يا رجال ديال اخر زمان، انا وعود الله ما قلت انا كانت المرحومة مرتي زين. صافي بحدو لها الشيطان وصافي صافي صاسي في كانت كتقول لي ارى كنعطي بزين، الا هي طلب زيف كنجيب انا خاميه. ويلا بحدو فينا وما رجال بحالك ما بقاوش. كاينين قالك غير ماقي صغار شويه هاد الساعه. حتى انا باراني راجل، ولكن الميزانيه ديال الدوله عفوا الميزانيه ديال البيت ما تسمحش نغامر ب 2000 درهم في دقه واحده. يا سيدي اسمع لي الله يرضي عليك، انا غادي نساهم بالنص وديال النفس. صافي الوالد انا غنساهم 200 درهم جمعتها من الكراج. ايه انا غادي نساهم ب 20 درهم. بالحق نبقى نحسن فابور. وانا ماما غادي نعطيك طابليه بيضه الى لبستيها تولي بحال الطبيبه. ايوا انت وليدي مربوح، ايوا انت والدراري كاع عاونوا وخوك مسكين ما عندوش هو عاون. ايه با على رقبتي وانتم تقولوا الله يعلم. والومليط اللي كنا ناكل عند اختي نظيره الى ديك 20 درهم مقلعه من اللحم. و صافي لا هذا رايكم، انا ما عندي ما نقول. المهم انا غادي نشوف نظيره شحال غادي تساهم وحتى انا نساهم معاكم. يلا صافي يلا يلا نوض نتعشى. يلا الى العشاء. يلا بنتي. هاد القصه شحال طوالت، يمكن خاصني نقص منها شي شويه. ولكن بلاتي يلا خصني نقص منها البارح. ظاهر لي نظيره غتبقي تبع القصه قراعي. وعلاش ما تجربيش شويه في لبنى؟ لبنى لبنى تلقي راسك. انا ماما كنخوي على راسي المطاي. وعندك تلقي راسك. حسي شوار برد. واه مره برد مره سخون. واه مره برد مره سخون. يلا ماما دغي قبل ما يشفي يا شعري. يلا ماما دغي قبل ما يشفي يا شعري. يا بسم الله. يلا قولي لي حاجة.
اشنو ندير لبنتي؟ يلا قولي لي. كوب طاليان. اشنو ندير لبنتي؟ ولا كوب لبنان. كوب طاليان. ولا كوب سليقال. لا ماما غير شي شويه ديال التسخين. لا كوب سليقال. علاش؟ لا ماما غير ماما يلا هادي يومين باش دخلتي للمدرسه. علاش؟ وراه ماما كره جنيه وراسها خفيف. لا ماما عرفتي فاش يجي له طفي ودير ليه كوب ميكانيسيان. لا ماما عرفتي فاش يجي له طفي عرفتي فاش يجيك مليح زيدي قدامي المرايه الكبيره هذه راه ما مقنعانيش. يلا حسن زيدي قدامي المرايه الكبيره هذه راه ما مقنعانيش. يلا حسن. نظيره والله الا رجعتي كوافيره ما يتسالكش. نظيره. ها نظيره. انا كاين شي غدا؟ لا ما ساليتش. انت سلق لك بيضه وسخن لك حتى اللي في البراد. واخا انت سلق لك بيضه نسلق بيضه وسخناتي اللي في البراد. والسيبات والسيبات. ماما صافي نشوف. يلا واحد جوج ثلاثة شوفي. يلا واحد جوج ثلاثة شوفي. ماما شكون هادي؟ لبنى الشريفة. ماما لبنى الشريفة خاصك ديري سبيسياليتي تشاكيني. خاصك ديري سبيسياليتي. كتر خيرك. سمعتي عندي الطردقات. الله يهديك الله يهديك. واش هادي كرافتك حلاه واه ياك غتجيني زوينه واضرب لنا السرزر باش نقول لها شوفي شوفي. لا البغري دابا دابا سمحوا انت ناضيه البغري دابا دابا غنصاوب البنت عاد بولي البروجين فاير. خدت لي الضحكه وجريت. واه وجريت غتجيني زوينه وضربنا السرزر. سمح عرضه البغري دابا دابا سمحوا لي دابا دابا غنصاوب. وجريت هذا تسمح عرضه. واش انا متزوج حلقه سيبه سيبه وبغينا نكتبهم كلهم. كتبيهم كلهم ونجي عليهم حتى حتى كموش. حلقه شاركوا في قناتنا الآن.